وتسأل هل الحل بعيد أو قريب؟ ما سيكون بالضبط علمه عند الله، والصبر وطول النفس واستمرار المطالبة بالإصلاح بالطريقة السلمية وبعيدا عن اليأس، وبكل جدية وصدق وإخلاص وثقة بالله سبحانه وثبات هو المهم، هو المهم. وإن لم يكن جزم بقرب الحل إلا أن مقتضى أمرين مجتمعين هما الحق وضرورة الواقع هو ذلك، وأن يكون الحل عادلا وكافيا. وكيف لخطاب يتعذر بخصوصية التركيبة المحلية والوضع المألوف وهو طائفي عن قبول مقياس المواطنة الجامع الذي يساوي بين الكل من الطوائف والفئات والقوميات، ثم يدعي أنه يرفض مقياس الطائفية؟ تقول لا أخذ، نقول لا أخذ بمقياس الطائفية ومحاصصتها، ولا تعدد للمقاييس. هنا قضيتان، قضية أن يكون مقياس طائفيا، وقضية أخرى أن يتعدد المقياس الذي يقام عليه الحل. نرفض الاثنين، نرفض مقياس الطائفية، ونرفض أن يكون هنا مقياسا، أن يكون هنا مقياسا وأن يكون مقياس وأن يكون هناك مقياس آخر. وحين نكون أمام واقع الاختلاف بين الحكومة والمعارضة وأي طرف آخر في الحل أو مقياس الحل، وضيعنا كل مسلمات الحق والعدل والدين والقيم، فلا مرجع للفصل في ذلك إلا كلمة الشعب، ولا للاستمرار في النزاع. والشعب في مسألة الخلاف وحل المشكل هو المرجع وصاحب الكلمة في الفصل في أي حل، حتى مع التوافق بين كل الأطراف. هناك واقع ضاغط يتطلب إصلاحا جديا يتناسب مع ظروف المرحلة ومتطلباتها، ولا يمكن لأحد أن يتجاهله، وإذا تجاهله فستجبره الظروف على أن يدعن لمقتضاها. والأجدر بالكل أن يسلم للعدل الذي ألزم الله به عباده، ويتخلى عن العصبية وشهوة الاستئثار وظلم الآخر. وليكن المرفوض هو المحاصصة الطائفية، وليس الإنصاف لهذه الطائفة أو تلك أو هذه الفئة أو الفئة الأخرى من طوائف وفئات هذا الشعب، وفرق واضح بين هذا وذاك. ولا يمكن لأحد أن يقول بأن اعتبار المواطنة مقياسا هضم لطائفة أو فئة لحساب أخرى، وهو مقياس ناف للمحاصصة الطائفية التي يرفع الجميع شعار الرفض لها. وشعار التوافق بين جميع الأطراف والحل هذا شعار آخر قد يطرحه البعض، وشعار التوافق بين جميع الأطراف والحل التوافقي لا يمكن تفعيله على الأرض من غير أرضية المقياس الواحد للحل والذي يعتمده الجميع ويرضون به، وإلا لم يكن توافق وإنما هو إكراه. وليس في الإكراه حل، وفي الأخذ به عودة لما كان منه الفرار. الحل داخلي والمقياس المواطنة، وحاجة الوطن إلى الحل عاجلة، والمعطل للحل الصحيح معاد للوطن. المجلس سيبقى فاعلا ومؤثرا،
وهاديا ومصلحا. ضمت العلماء غرف وقاعات ثابتة أو لم تضمهم، ولن يأتي يوم يسكت صوتهم وصوت الشعب عن تضييع الحقوق، ومنها حقهم في الدور الذي يتناسب مع حجمهم وحجم وظيفتهم وما عليه حاجة المجتمع إلى علمهم وكلمتهم. والعلماء وكل مسلم ومسلمة ليس لهم أن ينظروا إلى كلمة تنافي كلمة الله، ولا لحكم يخالف حكمه. النطق بهذا الحكم يعني تماما الاستفزاز ومعاداة الدين ومناهضة الحق وسلب الحرية الصالحة وافتعال جو التوترات. إنه لا حق ولا مصلحة ولا رشد ولا احترام لدين الله عز وجل في النطق بحكم مضاد للمجلس الإسلامي العلماء، ولا منطلق له إلا سوء النية وسوء التقدير. والذي يفكر في حل لمشكل البلد، لأزمة البلد، لا يأتي في تفكيره أن يوقف عمل المجلس الإسلامي العلمائي.